السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم إبراهيم محمود من قناة ميكاني كانو. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة تظبيط التكهات بالطريقة الصحيحة. طبعا عشان نظبط التكهات أول حاجة هنعملها هنرفع الغطاء اللي فوق، هنفك الثلاث مسامير اللي هنا بتوع الوش أو الأربع مسامير على حسب الوش اللي عندك. وبعد كده عشان نظبط التكهات على الطريقة الصحيحة لازم يكون الشاكوشين دول عندنا محررين. طيب هنعرف ازاي ان هم محررين؟ لازم ان يكون البستم عندنا فعلا نقطة فوق عشان نظبط التكهات، ويكون الشاكوش ده معانا متحرر بالطريقة دي كده. هنعمل ايه طيب عشان نحررهم؟ هنيجي هنا عندنا في وش الكهرباء في طبتين، الطبتين دول هنفكهم بمفك عادي او بمفتاح الانكيه على حسب الطوبة اللي موجودة عندك. هنفكهم وهنلاقي هنا في الترس في علامة وجنبيها حرف تي. هنجيب لجم 14 وندخلها هنا كده في مسمار المغناطيسة، ونبدأ نلف المغناطيسة لحد ما تجيب معانا العلاقة الطريقة دي كده. عندنا هنا شرطتين اهم، هنلف سنة تاني لحد ما نجيب على الشرطة واحدة اللي هي دي اهي، وفي جنبيها هنلاقي جنب منها على طول حرف تي، دي العلامة بتاعت التقسيم اهي. ادي العلامة اهي كده، ظبطناها قصاد الفتحة هنا كده. عندنا البستم بيجي فوق فعلى نقطة. بعد ما جبنا كده العلامة هنبص هنلاقي التكهات عندنا او الشوكيش فوق بيجوا محررين الطريقة دي كده. طيب لو مفيش مفاتيح هتفك بيها الطوبة دي، ممكن من خلال البوجيه تعرف ان البستم فوق ولا لا. هتيجي ناحية البوجيه كده وهتفك البوجيه، وبعد ما فكينا البوجيه بأي مفك عندنا هننزله هنا عشان نتأكد ان البستم معانا فوقهم كده. البستم معانا فوق. لو انت معرفتش تفك الطوبة بالناحية التانية هتشتغل على المنافلة، وهيبقى معاك المفك هنا لحد ما تجيب البستم فوق في اعلى نقطة عشان الشواكيش دي تبقى متحررة معاك كده. احنا عندنا البستم اهو في النقطة اعلى نقطة فوق، وهنبدأ نظبط التكهات بمفتاح 10 وهنفك كده الصامولة دي والصامولة التانية بتاعت المسمار اهو بالطريقة دي كده. طيب نيجي بقى للمعيار. طب ايه المعيار المظبوط اللي احنا هنظبط عليه؟ طبعا لو هتظبط على ورق فيلر هتظبط على 5 تمام. لو هتظبط على ورق فيلر زي اللي هيظهر قدامك ده هتظبط على مقاس 5. طب ما معكش ورق فيلر هتعمل ايه؟ هتظبط على موس حلاقة. هتحط الموس كده اهو هنا بين الصباب وبين مسمار التكيه، وهتبدأ تربط على المسمار كده بالطريقة دي كده لحد ما المسمار يحمل على الموس، وبعد كده هنروح ماسكين ربطين الصامولة. خلي بالك لازم يكون الموس معاك حر بيتحرك بسهولة، يعني ما ينفعش تربط على المسمار جامد لحد ما تيجي ما تعرفش تطلع الموس كده. انت حملت على الصباب كده التكيه حمل، لا
لا لازم يكون الموس حر كده معاك بالطريقة دي كده اهو، مسافة الموس. وهتيجي برضو على التكة التاني، هتحط الموس بين مسمار التكية والصباب، وهتبدأ تربط على مسمار التكية سواء كان ببنسة أو بإيدك. اهو هنربط على المسمار كده لحد ما يحمل على الموس، وناخد بالنا برضو لازم يكون الموس حر معاك تمام عشان ما تضغطش على التكية بالطريقة دي كده اهو. وبعد كده هتربط الصامولة العشرة بتاعت المسمار بالطريقة دي، ونتأكد ان احنا رابطين على الصواميل بتوع المسامير كويس. وبعد كده هنشيل المسمار اهو، حر المسمار معانا بالطريقة دي كده، احنا ظبطنا التكهات. طبعا التظبيط ده هو مش تظبيط تكهات العمرة، ده تظبيط تكهات عادي. لو انت لسه عامل عمرة هيبقى ايه في معيار تاني غير المعيار ده هو خالص. كده احنا ظبطنا التكهات تمام. هنبدأ بقى بعد ما ظبطنا التكهات هنركب البوجيه بتاعنا. وبعد كده هنبدأ نجرط على البوجيه، وهنروح نركب الطبب بتوع وش الكهرباء اللي احنا كنا فكناه. طبعا انت ممكن ما تفكش الطبب دول وتظبط من خلال المنافله والبوجيه. اهم حاجه لازم قبل ما تظبط التكهات يكون البستن فوق معاك فعلة نقطة، يعني ما ينفعش تيجي تظبط تكهات كده على طول من غير ما تجيب البستم فعلى نقطة، يكون البستم تحت او البستم في نص السلندر كده التكهات معاك هتبقى محملة مش هيتظبطوا. ربطنا كده الطبب وجرطنا عليهم، وبعد كده هنبدأ نقفل الوش اللي فوق. هنركب ده كده وهنربط الثلاث مسامير وندور الماتور. طيب لو انا ظبطت تكهات وبعد كده الماتور او داير بس مش ظابط صلانسيه، مجرد ما تسيب بكرة البنزين المكنة بتبطل على طول كده، انت هتحتاج تظبط الهواء بتاع الكربراتير من بك الهواء اللي في الكربراتير ده هو. اهو هنا اهو. المسمار ده اهو، مسمار الهواء بتاع الكربراتير. بعد ما تظبط تكهات لو لقيت المكنة مش ظابطة سلانسية ولا حاجة هتبدأ تظبط المسمار ده هو، تفتح عليه او تقفل عليه على حسب ما تتظبط معاك المكنة. وان شاء الله هنعمل لكم فيديو عن تظبيط الهواء. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل لايك للفيديو عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.